السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. امبارح يا عم الشيخ انا صليت المغرب ورحت ازور واحد فقال لي تعالى صلي بي امام بنية الصدقة. فهل في حاجة كده صح؟ وهل العصر ما فيهوش تصدق؟ النبي عليه الصلاة والسلام كان في المسجد وقد صلى، فجاء رجل متأخرا فقال صلى الله عليه وسلم: من يتصدق على هذا؟ من يتجر على هذا؟ فهمت؟ السلام عليكم. ينفع اصلي ينفع تصلي ينفع ينفع ينفع. السلام عليكم.